وصافرة الحكم وفيوك سابلاي والنظرات والدعوات والجزائري سفيان في مرمى أبلاي جول. لا تسألوا من سجل للعربي، بل كم من الأهداف سجل، بل كم من الأهداف سجل أبلاي. يسجل في اللحظات الأخيرة، في الثواني الأخيرة، وتظن أنك نجوت، ثم يهزمك أبلاي. يصل إلى الهدف الخامس عشر، الخامس عشر السنغالي الذي تسبب بركلة الجزاء، وبعد ذلك نفذها وسجلها ووضعها في الشباك. إذن هدف مقابل لا شيء لفيوكس أبلاي، هداف الدوري لا يغيب في المباريات الحاسمة بالنسبة للدوري. أبلاي يسجل ويضع العربي في المركز الثاني، فيوكس نحو الهدف رقم 15.